ايوه فعلا، هذا فعلا في بعض الاسر ما توصلها من حصه غذائيه بالخاص، يعني ما تجيهم. ومع احترامي لبعض الاخوه من محافظه العلم بيسجلون اسمائهم على نازحين ابين، وهم برضه نازحين ابين، بعضهم مش مسجلين لحد الان بالكشوفات. حتى في بعض الاسر نزحت في الايام هذه الى حد الان، يجلسوا من 3 شهور 4 شهور توصلهم المواد الغذائيه لاخذهم، ما عاد يشتونها حتى. طب وعندما يصلهم هذا الحجم، هذه الكمية، تقول 10 كيلو رز في 10 كيلو رز، هذه من اللي هي موزعة من الوحدة التنفيذية، 10 كيلو رز وبسكوت وسكر وطماط طيب وزيت. وعندما لا تكفيهم هذه الكميات، هل صحيح أن بعضهم يقتات لأنه مش واصل إلى الأكل، يقتات على الشاي والخبز؟ أكيد على مدى أيام، هي اصلا الحصه الغذائيه قليله جدا ما تكفيهم، يعني حتى لو توزعت لهم الدقيق يلا بياكل دقيق وبيشرب شاي على الخبز مثلا، لان بعض المواد ما مش موجوده، زي الخضره زي الخضروات، المواد الثانيه يعني اللي بتغطي الغذاء لهم. الوضع بالنسبه لك كما تراه انت كشخص يتعامل مباشره مع فقراء اليمن، مع افقر فقرائه، هل توافق على أن اليمن هو على شفير أزمة إنسانية حادة أحد بكثير مما كان عليه؟ أي نعم. طيب ناصر، شكرا جزيلا لك. ناصر متريس أعطانا صورة عما يدور في بالنسبة على الأقل للنازحين، لصورة أوضح وأشمل. ربما نتحول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث ينضم إلينا محمد الأسعدي المتحدث الإعلامي والمنسق الرسمي لمنظمة رعاية الطفولة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة في اليمن. أستاذ محمد أهلا بك. صورة مأساوية للغاية، هل هذا هو أسوأ وضع وصل إليه اليمن في تاريخه الحديث؟ شكرا مجددا على الاستضافة. أعتقد أن هذا الوضع الذي تعيشه اليمن اليوم بالفعل هو أسوأ وضع وصلت إليه اليمن. لا أستطيع أن أقارن بالماضي لأن الوضع يتدهور بشكل سريع، خصوصا ونحن نتحدث عن زيادة بنسبة 100% من المواطنين الذين ينعدم لديهم الأمن الغذائي من عام 2009 وحتى الآن، حيث وصل نسبة ما يقارب نصف السكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. على الأقل ربع السكان أو 5 مليون نسمة يعانون بشكل رئيسي من غياب حاد للوجبات الغذائية أو لعدم حصولهم على التغذية اللازمة لهم ولأسرهم. إذا توفرت لديهم وجبة ربما لا تتوفر لهم الوجبة التالية، قد يحصلون على وجبة واحدة في اليوم. وهناك من قال اليوم هناك تدهور أيضا في الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، تدهور عام. هذا التدهور أيضا يؤدي إلى مضاعفة هذه الأزمة. هناك تدهور اقتصادي أيضا وبطالة مرتفعة أيضا يضيف إلى حدة هذه الأزمة. بالنسبة للكثيرين أستاذ محمد، خلفت كثير من الضحايا أكيد. نعم. الحروب ساهمت بشكل كبير. هناك بالنسبة للكثيرين عندما يفكرون بالمجاعات في المنطقة يفكرون بالصومال، وهناك اليوم من قال إن وضع اليمن اليوم هو أسوأ من وضع الصومال أيام مجاعتها، صحيح؟ دعنا نقول إذا تحدثنا عن المؤشرات التنموية، بالفعل هناك مؤشرات تنموية لسوء التغذية المزمن، وأقول سوء التغذية المزمن هو نسبة التقزم والهزال بين الأطفال تحت سن الخامسة وصل إلى مرحلة أخطر مما كانت عليه في السودان في الصومال. ربما اليمن تقع الدولة الثانية بعد أفغانستان بنسبة 60% من أطفالها يعانون من الهزال والتقزم، وهذا أمر ينظر إليه اليمنيين بأنه أمر طبيعي، لكنه في حقيقة الحال ليس أمرا طبيعيا. الهزال الشديد والتقزم يؤثر على البنية الجسمية ويؤثر على البنية العقلية، وبالتالي يؤثر على أداء الفرد مستقبلا، وبالتالي يؤثر على الإنتاج ويؤثر على نمو البلد بشكل عام. هناك تبعات كبيرة لمثل هذه الأضرار. المؤشرات التنموية بشكل عام في اليمن تشابه إلى حد كبير تلك التي نراها ونتابعها في الصومال وفي القرن الأفريقي. ما الذي يمكنكم القيام به؟
أول عمل قمنا به هو إطلاق هذا النداء للعالم ودقنا مجددا ناقوس الخطر أن هناك أزمة إنسانية في اليمن ومحتاجة لجهد كبير من قبل المانحين ومن قبل الحكومة وتحديد أولويات وعمل جاد وآني وعاجل للاستجابة لهذه الاحتياجات الإنسانية ميدانيا سواء كانت في شمال اليمن أو في الجنوب أو على الساحل شريط الساحل الغربي أو على الشريط الساحل الجنوبي للبلاد. أيضا العمل بنفس الوقت وبالتوازي بالمسار التنموي بحيث أن لا تحدث انتكاسة بحيث أن لا يعود الوضع إلى ما هو عليه أو يسوء. أنت تعالج أزمة إنسانية اليوم وغدا تظهر أزمة أخرى وتولد أزمة إنسانية أكبر وهكذا تتفاقم المشاكل. نبحث عن نحن على استعداد في منظمة اليونيسف وقد ذكرنا هذا في أكثر من مناسبة أننا على استعداد للاستجابة الإنسانية والعمل في المجال الإغاثي وبالتوازي أيضا نعمل في المجال التنموي لنضمن حصول كل طفل وطفلة في اليمن على حقوقهم الأساسية في الحماية والغذاء والتعليم والصحة والرعاية وفرص النماء اللازمة. طيب وأهم من هذا هو حصول أولئك الأطفال أولئك الأطفال الذين فرصهم أقل من الأطفال الأفضل حظا. لكي على الأقل يتمكنون من البقاء على قيد الحياة لأنه هناك الآن خطر يهدد حياتهم. دعنا نحاول أن نستمع إلى أصوات من الذين يعانون أنفسهم أو الذين يتعاملون مباشرة معهم. مطيع محمد معنا على الخط الآن. مطيع أهلا بك. سمعت الصورة القاتمة التي ترسمها المنظمات الدولية، هل هذه هي تجربتك أنت أيضا؟ الواقع أنه التجربة اللي ذكرت قبل قليل بأن الصومال هو مشابه لليمن، لا أعتقد أن هذا التجربة وهذا الوضع مشابه لليمن بأكمله، إنما هناك مناطق أخرى تشابه الصومال بالفعل، هناك مناطق لا تشابه الصومال. مثلا المحافظات التي فيها صراع قوي جدا أو مشاكل كثيرة مثل أبيان مثل صحدة، هذه المناطق التي تحدث فيها مشاكل كبيرة وتحدث فيها تدهور اقتصادي وتدهور أمني أكثر من المناطق التي ليس فيها مشاكل. صحيح أن المناطق الأخرى، أليس صحيحا يا مطيع أن الأزمة وصلت حتى إلى شوارع صنعاء؟ لم تعد تقتصر فقط على النازحين أو المتضررين من جراء الأزمة السياسية. الأزمة شملت الشعب اليمني بأكمله، ولكن الأزمة تتفاوت، يعني تتفاوت. لا يمكن أن المواطن في محافظة أبين مثل المواطن في محافظة صنعاء أو المواطن في محافظة تعز أو إب، هناك اختلافات كبيرة بهذا الجانب. لكن الغلاء الأسعار والتدهور الأمني والتدهور الناتج عن التدهور السياسي أدى إلى غلاء الأسعار وأدى إلى أعطيني فكرة عن ذلك مطيع، أعطيني فكرة عن ذلك. لديك أسرة؟ نعم. وتعاني، أعطيني فكرة عن درجة المعاناة. المعاناة كبيرة، نحن نعاني من ارتفاع في الأسعار ونعاني أيضا من أيضا قلة الدخل. الآن الأعمال كثيرة متوقفة هنا بمحافظة إد، كثير من أصحاب النقلات وأصحاب المحلات يعني يعانوا كثير، من مشاكلهم كثيرة حول الدخل وحول الحصول على أعمال. أنت شخصيا يا مطيع، هل درجة معاناتك أكبر مما كانت عليه مثلا في العام الماضي؟ نعم كبيرة يعني جداً. الوضع بالنسبة لك يزداد سوءا. هل ممكن أن أسألك سؤال شخصي يمكن أن ترد أو لا ترد؟ مدخولك هل يكفيك لمدة الشهر الكامل؟ لا يكفي. وماذا تفعل عندما ينتهي المدخول، عندما تنتهي الفلوس ماذا تفعل؟ هناك اقتراضات أخرى حتى يأتي المرتب الشهر القادم، وهناك توفير يعني طرق أخرى من اقتراض من أشياء كثيرة جدا. تحاول، هناك تراكمات تحدث من شهر إلى آخر. طيب شكرا لك مطيع محمد. محمد الأسعدي، المشكلة التي تواجه مطيع، وأتصور أن مطيع لديه هاتف ويمكنه الاتصال بنا ويمكنه على الأقل أن يتواصل ويسمع صوته للعالم الخارجي، هناك من لا يتمكن من إسماع صوته، كيف تصلون إليهم؟ أعتقد مداخلة مطيع في غاية الأهمية، وهي دليل واضح جدا على تماهي اليمنيين مع المشاكل. أصبح الإنسان اليمني يعيش مع المشاكل بشكل يومي،
وبالتالي أصبح الطبيعي هو أنه إن هناك مشكلة. الغير طبيعي أن يكون في وضع مريح ووضع جيد ووضع آمن. لماذا لماذا اليمن يبقى دائما في أسفل قائمة أفقر الدول العربية؟ لماذا؟ لماذا لا يتغير الوضع رغم النفط؟ إجا النفط وراح النفط، كاد النفط أن ينضب، الآن وجدوا الغاز، ورغم ذلك المشاكل تبقى ويبقى اليمنيون من أفقر العرب. لماذا؟ أتوقع أن هنا أنا وزير الاقتصاد اليمني مثلا سيكون أفضل مجيبة على هذا السؤال. أنا أريد أن أتحدث عن اليمنيين. نظرتكم أنتم كمنظمة إغاثة، كيف تحللون السبب المشكلة التي تحاولون حلها؟ هناك اختلاف في تحديد الأولويات، أولويات الأسرة. مثلا أصحاب الدخل المحدود مثلا يصرفون ما يقارب 10% من دخلهم على القات مثلا. أيضا الأسعار الذي أدى إلى أن ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والنفقات اليومية وارتفاع الإيجار والمواصلات والوقود والبطالة التي حصلت وانخفاض الأجور أيضا مع الأوضاع الاقتصادية وتدهور الأعمال في البلد، كل هذا أدى إلى هذه المشكلة وتفاقمها. أكيد هذه مشكلة كبيرة. وفي الواقع سفيان سلطان معنا على الخط من تعز، وهذا بالضبط ما يريد أن يعلق عليه، أن الرواتب لم تتزحزح منذ فترة طويلة. سفيان أهلا بك. أهلا وسهلا بك. الرواتب بقيت كما هي، هي أسعار المواد الغذائية صعدت إلى السماء وبقيت الرواتب على الأرض. نعم أخي العزيز، هي المشكلة. وأيضا لا نستطيع أن نحمل حكومة المسؤولية على هذه الأزمة. المعلوم بأن اليمن منذ سنوات وهي على حافة أزمة غذائية بسبب تركيز الرئيس المخلوع ونظامه السابق على بناء وحدات عسكرية خاصة بهم. لا تزال حتى الساعة تقطع للفرجون رغم تغير النظام بعد الثورة السلمية على الاقتصاد اليمني ولقمة عيش أبنائه وحتى مينو عدن الحر الذي كنا نظن بأنه سفيان. نريد اليوم أن نركز على الحالة الإنسانية. نحن نعرف أنه هناك أسباب كثيرة، منها طبعا دور السياسيين فيما حدث، ولكن بالنسبة لك كيف تغير الوضع؟ كيف تجد أن الوضع اليوم بالنسبة لك ولأسرتك ولمدخولك الذي تقول أنه لم يتزحزح، كيف تغير عن العام الماضي؟ أعطيني مثال. تغير أخي العزيز من السيء إلى الأسوأ، وكما قال الأخ المتصل من يبدو أن الراتب لا يكفي، وبالتالي علينا أن نعمل مع القطاع الخاص. وأنا مدرس أعمل بمدرسة حكومية تقاضى حوالي 1000 ريال سعودي. هذا الراتب لا يكفيني أنا وأسرتي في مدينة تعز. أضطر للعمل لدى القطاع الخاص بأي شيء يمكن أن أعمل فيه، سواء بكتابة رسائل باللغة الإنجليزية لهم، سواء بحمل كراتين، سواء بعقد اتفاقيات، سواء بالتوسط لدى تجار، سواء بالعمل كسواق باص. يختلف الوضع من فترة إلى أخرى. المهم علينا أن نناضل منذ طلوع الشمس حتى غروبها وبالكاد نوصل لقمة العيش للعيال، ورغم أنني أدرس كل أولادي في مدارس حكومية. طيب، وأنت ربما تعتبر من المحظوظين الذين يتمكنون من الوصول إلى مدخول آخر ووظيفة أخرى، هناك من لا يتمكن. نعم، لأنني مدرس لغة إنجليزية. لكن كيس السكر على سبيل المثال بحوالي 9000 ريال يمني، ما يعادل 42 دولار. الرز مثلا 9600 ريال يمني، ما يعادل 45 دولار. 45 دولار. 45 دولار للرز. طيب. الصابونة بحوالي 5200 ريال، ما يعادل 25 دولار. الكيلو الواحد ما يعادل 400 ريال يمني، يعني 2 دولار. الحبة البيض 30 ريال، ما يعادل 13 من يعني من 100 من الدولار. الوضع سيء، وتقول انه أسوأ مما كان عليه في العام الماضي. شكرا لك سفيان سلطان. محمد الشامي من صنعاء، قبل أن أسأل محمد الأسعدي عن هذا الموضوع، موضوع من الذي يساعد ومن هو الذي لا يساعد، محمد الشامي يقول لا يوجد هناك اهتمام كاف من الدول الأخرى لتحسين الأوضاع المعيشية. محمد أهلا بك. أهلا وسهلا. ما الذي تريده أنت من الدول المجاورة؟ يا أخي الدول المجاورة، وأخص بالذكر أن السعودية وغيرها
انت لو شفت انها يعني لا ترى في الاعمال اليمنيه يعني بل تفضل غيرها على الاعمال اليمنيه. فلو استضافت الدول الخليجيه العماله اليمنيه تكون قد خففت ضغطا كبيرا على الشعب اليمني، لان كل عامل سوف يذهب الى هذه الدول سوف يكون يعول اسره باكملها. بس هل هذا هو الحل الوحيد؟ هذا جزء من الحل. هذا جزء من الحل، لان اليمن يستقبل ويتلقى مساعدات منذ عشرات السنين، صح؟ نعم. والمشكلة موجودة والفقر موجود، ولم يتمكن من تحقيق ما يريد تحقيقه تماما بالنسبة لمواطنيه. شو رأيك؟ نعم هذا هو الصحيح. طيب محمد الشامي، شكرا جزيلا لك، ابقى معي قد أعود إليك بعد لحظات. محمد الأسعدي، أحد العناوين عندما كنا نقوم بالبحث قبل البرنامج، أحد العناوين في وسيلة إعلامية يقول المجاعة تهدد اليمن والعالم يتفرج. هل العالم فعلا يتفرج كما يقول محمد الشامي برأيكم؟ أصدرنا بيان عقب رحبنا فيه بنتائج اجتماع أصدقاء اليمن في الرياض الأسبوع الماضي، وكنا قلنا أنه كان ينبغي أن يتم إدراك الأزمة الإنسانية في اليمن قبل هذا التاريخ. نحن نشكر اهتمامهم بالوضع الإنساني في اليمن، ولكنه وإن كان متأخرا لكنه وصل. الوضع الإنساني في اليمن ليس وليد اللحظة، أزمة عام 2011 هي التي ضاعفت الأوضاع، كان هناك تخلف تنموي مزمن في اليمن، لم تتحسن الأوضاع بشكل جيد. أنت لو نظرت إلى المؤشرات التنموية، نسبة التعليم، نسبة الأمية، مستوى دخل الفرد، نسبة البطالة إلى آخره، كل هذه المؤشرات لم تتحسن خلال السنوات الماضية. وبالتالي لو نظرت إلى تقرير التنمية البشرية للمنطقة العربية ستجد اليمن في أسفل القائمة. هذا قبل الربيع العربي وقبل أحداث 2011 التي ضاعفت هذا الحال. في الواقع أنا لدي تقرير التنمية البشرية الذي لمشكلة العالم أنه لا يستجيب إلا عندما يرى الكارثة. لا يستجيب قبل الكارثة، لا يستجيب للتنبيهات والمنبهات. نحن لا نقول أن الوضع في اليمن بات أمرا أو حالة ميؤوس منها، بالعكس حققنا قصص نجاح جميلة جدا كمنظمة اليونيسف وكثير من العاملين في المجال الإغاثة الإنسانية في شمال اليمن وفي جنوبه، استجبنا لكثير من الطوارئ. أنا لا أستطيع أن أتخيل ما الذي سيكون عليه الوضع في ظل غياب الدعم الخارجي وظل وجود هذه في ظل غياب هذه المنظمات. كان سيكون الوضع أكثر وأسوأ بكثير مما نتوقع، وخصوصا في بلد هناك شحة في الموارد، وخصوصا المورد الحيوي وهو الماء. يتوقع أن يكون هناك صراع حاد على المياه، وهذا أمر ربما لا يزال في الحسبان. طيب فيما يتعلق بتقرير التنمية البشرية، أنا لدي التقرير هنا ويشير خطا في الواقع، هو أمر قد يبدو مخيفا، لأن هناك خط بالنسبة للتنمية البشرية للدول العالم يتبعه خط بالنسبة للدول العربية، وهو قريب جدا من خط العالمي وأقل منه بكثير. هناك خط التنمية البشرية المتعلق باليمن، يمكنكم أن تجدوه على موقع الأمم المتحدة للتنمية البشرية. أشواق معنا الآن على الخط، أشواق كيلان، أهلا بك يا أشواق. أهلا أشواق، أنت تعملين مع نازحي أبيه في مجال توزيع المواد الإغاثية. أنا آسف، أيوة أبيان طبعا مش أبيه، دولة أخرى. أشواق كيف هو الوضع؟ أيوة. كيف هي المشاهد التي ترينها في عملك هذا؟ أولا الوضع سيء للغاية، وثانيا المشاهد الذي تشوفها مشاهد مؤلمة جدا، لكون التعامل مع النازحين ونازحين أبيان الذي تركوا منازلهم قصرا نتيجة للقصف، نتيجة للدمار الذي حل بها من جماعة أنصار الشريعة. وهناك يعني المواطن الأبيني كان معتمدا على الزراعة وعلى صيد الأسماك، ولكن بعد النزوح لم يوجد هذه الأعمال. وينتظر المواد الأغاثية وهي ضئيلة جدا، قطمة سكر 10 كيلو، رز 10 كيلو، 20 قطعة طماط صغيرة لم توفي حتى لو مدة 7 أيام. وهناك العدد الأسر عندنا العشر ممتدة.
يعني يوجد في الأسرة 9-10 أطفال يعني لم يوفي هذه المواد لهم. وممكن أسألك عن الفرق هنا بين أنه سمعنا طبعا معاناة النازحين كبيرة جدا، ما هو الفرق بين معاناة النازح ومعاناة الذي هو في منزله وفي منطقته؟ معاناة كبيرة جدا، لأن النازح خرج من منزله وخرج من بلده، وفرق كبير لأن هنا في محافظة عدن نحن مستأجرون خاصة لذوي الدخل، لكن اللي لا يوجد لديهم دخل موجودون داخل المدارس، لم تتوفر لديهم لقمة العيش الكافية. نحن داخل المنازل نعاني كثير، نعاني من الإيجارات، نعاني من صرف فواتير الكهرباء والماء، يعني حاجات كثيرة نعاني منها، وفي المدارس الوضع سيء للغاية. كم ساعة تأتيكم الكهرباء؟ الكهرباء خلال الفترة هذه بعد يعني ساعتين تنطى، 3 ساعات طافية، يعني 8 ساعات في اليوم، هذا أقل احتمال للطفياء. 8 ساعات في اليوم؟ 8 ساعات في اليوم في الحد الأقصى. والمياه، مياه الشرب متوفرة بالنسبة لكم؟ النتيجة لوجود الشفاطات، ولا لم تتوفر مياه الشرب. طيب شكرا جزيلا لك أشواق كيلان من أبيان، وشكرا للمتحدث الإعلامي والمنسق الرسمي لمنظمة رعاية الطفولة اليونيسف محمد الأسعدي، شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا اليوم في نقطة حوار.